أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أصلي الشفع والوتر في ركعة، في الركعة الأخيرة، إذا كنت أصلي الشفع والوتر وفي الركعة الأخيرة من الشفع نسيت فقرات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ظنا مني أنني في ركعة الوتر، فهل علي شيء؟ لا بأس بأن تقرأ ما تيسر من القرآن في الشفع أو في الوتر، لكن الأفضل أن تقرأ في الركعة الأولى من الشفع سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة التي هي الوتر تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، هذا هو الأفضل. وإن قرأت في هذه الركعات الثلاث بغير هذه السور مما تيسر من القرآن فلا بأس بذلك. نعم.